السيد الاستاذ الدكتور الوزير جلال مصطفى سعيد محافظ القاهره. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا يعني سعيد جدا ان انا يعني كان لي هذا الحظ ان انا التقي بحضراتكم النهارده ومعايا الساده النواب المحافظ والدكتور محمد سيد سلامه. يا استاذنا انا الاستاذ الدكتور محمد سيد سلامه مدير مديريه التربيه والتعليم في محافظه القاهره، ومعانا بقى مجموعه متميزه جدا من ابنائنا الطلاب والطالبات من المتفوقين من ابناء محافظه القاهره، أبناء محافظة القاهرة وأولياء الأمور. مرة كتير وأنا سعيد جدا إن أنا كنت موجود في المحافظة معايا السادة النواب المحافظ سيد مدير التربية والتعليم بمحافظة القاهرة. لسه السادة النواب المحافظ والسيد الدكتور مدير مديرية التربية والتعليم والسادة مديري الإدارات والمعلمين وأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم اللي بيشاركونا في اليوم النهارده هنا في محافظة القاهرة. إحنا يعني سعداء إن إحنا بنقيم هذا التكريم البسيط لأبنائنا المتفوقين والمتفوقات من طلاب الثانوية العامة والإعدادية والثانوية العامة الفنية والشهادة لإتمام الدراسة الابتدائية. أنا طبعا كنت حريص جدا إن إحنا نقوم بهذا اللقاء اليوم لأننا بنحاول نرسل رسالة إن إحنا بندعم التعليم وبنحيي المتفوقين وبندعوهم إلى الاستمرار والتفوق في المراحل الدراسية القادمة. وفرصة أيضا إن إحنا نحيي أولياء الأمور اللي هم طبعا الجنود المجهولين وراء هؤلاء الطلبة المتفوقين، ونحيي أيضا والأمهات تحديدا على فكرة، ونحيي أيضا رسالة المعلمين اللي كان لهم دور كبير في التفوق لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطلبة. أنا طبعا عاوز أقول لكم جميعا أقول لأبنائنا الطلاب يعني تحديدا إنه يعني التعليم بالفعل هو الأداة الوحيدة اللي تمكن الشخص من إنه يجد له مكان لائق تحت الشمس. التعليم هو الوسيلة الوحيدة للترقي الاجتماعي في مصر، والتعليم هو الوسيلة الوحيدة لمصر تدخل عصر جديد. الفلوس مهمة، البناء مهم، لكن طبعا بناء البشر هو الأصعب وهو الأكثر يعني تكلفة، ولكنه هو الأفضل بكل تأكيد. أنا طبعا يعني شخص يعني اهتماماته بعملية التعليم من اهتمامات مستمرة تصل إلى 50 عام الآن أو 45 سنة، مقتنع تماما بأن الرعاية للمتفوقين وتشجيعهم شيء مطلوب وشيء مهم وشيء واجب على المجتمع ككل اتجاه أبنائنا المتفوقين. واحد يقول لي بقى يعني هل احنا التكريم المادي البسيط اللي احنا بنعمله ده وفينا الناس دي حقها؟ اقول له لا، ما وفيناش حقهم. لكن انا ارجو انه كل من يتم تكريمه اليوم يعني يقدر
اعتقد ان هذا التكريم هو تكريم معنوي وتكريم رمزي اكثر من انه تكريم مادي. احنا بنشد طبعا على يد كل متفوق، بنشد على يد كل من دعم وقف جنب المتفوق، بنشد على يد الامهات والاباء، شد على يد المعلمين، وبتمنى لهم ان شاء الله التوفيق دوام التفوق ويطلعوا مواطنين صالحين اقوياء، لان في هذا العالم القوه ليست فقط قوه البنيان ولا قوه السلاح، هي قوه العلم. وانا راجل يعني زي ما قلت مهتم بالتعليم طول عمري، وكان لي حظ ان انا تلقيت جزء من تعليمي في خارج مصر بينما تعلمت داخل مصر. عاوز اقول لكم انه العالم لا يحترم الا الاقوياء، العالم لا يحترم الا الاقوياء، وزي ما بقول الاقوياء ليسوا الاقوياء بدنيا ولكن الاقوياء بالعلم بالمعرفه. وهكذا كل الدول اللي عملت تقدم مذهل كبير عملته نتيجه ان حولت العلم وحولت المعرفه الى انتاج. دول زي كوريا، زي سنغافوره، زي هونغ كونغ، زي تايوان، زي ماليزيا، دول الظروف الاقتصاديه بتاعتها زينا، تقدموا وبقى لهم معدل نمو عالي، وبقى لهم يعني دخل متوسط عالي للفرد. نتج ان هم تحولوا العلم الى انتاج وهكذا. فمش عاوز اكد عليكم المعلومه دي اكتر من مره، لكن اقول لكم مبروك، استمروا واحنا معاكم والدوله معاكم، وان شاء الله باذن الله كل واحد فيكم يبقى عالم كبير ومهندس كبير وطبيب كبير ومدرس كبير و كل الوظائف اللي انتم بتحبوها وتفتخروا بها امام نفسكم اولا وامام الاسر وامام المجتمع ككل. يعني بقدم لكم التهنئه مره ثانيه وكل سنه وانتم طيبين. اذا كان عشان كده نهديه لايه طبعا السيادة الشكورية.
خدت الشهاده بتاعتي؟ يا فندم انا تبني المواهب ادبي طلع كام؟ اوكي ومعانا حازم حمدي احمد السادس على جمهوريه ادبي. يلا يا عم سلمى ابراهيم احمد عبد الرحيم في اداره شرط مدينه النصر. سادس بقى. سلمى ترتيبك كام؟ ترتيبك كام؟ ها؟ ال 12 ال 12 ومعانا سلمى اهي طالعه ال 12 على الجمهوريه ادبي. يلا اه يبقى هم يستعرضوا الادب الاول انما العلم لسه. حجازي اداره شرط مدينه نصر. طيب كل دول ادبي ادبي ولا علمي؟ ها؟ ترتيبك كام؟ 12 وميار هنا برضو ال 12 على الجمهوريه ادبي. يلا مبروك مبروك. ترتيبك ايه بقى؟ الاول مقرر هنا اليوم. ثلاثة اهو. وكمان عمرو فرج سعيد رمضان الاول مكرر علم رياضه. دول حاجه عبد المنير اللي هو على الجمهوريه. سلام محمد عبد الرحمن رياضه النزهه. احنا كده اول ادبي واول علم رياضه. العلوم لسه جايه بقى. مبروك. تفكيرك ايه بقى؟ تفكيرك ايه؟ تفكيرك ايه؟ تفكيرك ايه؟ الاول علم رياضة والأول عمرو محمود الأول على الجمهورية علم رياضة. ها؟ عمرو مجدي آسف عمرو مجدي إبراهيم الأول على الجمهورية علم رياضة. مبروك. مبروك مبروك. أنت إيه بقى؟ علم علوم. كلها علم علوم. انت اجدع من الناس دي كلها. ها؟ دكتوره ان شاء الله. وسام هي الاولى على الجمهوريه علمي علوم. وعاد خيري سيد جاد اداره التدريب. ترتيبك ايه يا دعاء؟ اول على الجمهوريه علمي علوم. ايه؟ اول مقرر. ها؟ ودعاء هي الاول على الجمهوريه مقرر علم علوم. حاجة جميلة جدا. مبروك.